تحدثت عنه، موضوع اسقاط عضويه الحربش ووليد الطبطبائي. كيف شفت هذه الاجراءات اللي تمت واللي صارت، على الرغم انه صار لغط كثير على هذه الاجراءات؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء في كلام دائما ينقال لي، انتم ما عندكم الا هالسالفه، ما عندكم الا اسقاط عضويه وعفو، وهذا وين مشاكل الكويت، وين مشاكل صحيح. انا اعتقد هذه من اسس الاصلاح في البلد. هؤلاء مصلحين قاموا بدورهم، ضحوا بانفسهم، ضحوا الان بحرياتهم، ضحوا بكل ما يستطيعون من أجل إصلاح البلد. نعم. وقفوا ضد جرائم الفساد، نداعات، تحويلات اللي لا زالت آثارها إلى يومنا. نعم. هذا للأسف. وهؤلاء قاموا بما يتوجب عليهم، ما يستطيع أحد ينسب لهم أي صورة من صور النقص. كل بني آدم خطأ. نعم. كل إنسان يخطئ. في طريق الإصلاح لابد يقع الإنسان في خطأ من خلال ممارسة خاطئة، من خلال ممارسة، من خلال كذا، لكن يبقى إذا نحن من نمثل الأمة ما نقف اليوم وندافع عن المصلحين، فلن يبقى هناك مصلح في هذا البلد يخشى من يعني ما سيقع عليه بسبب دوره. ما خلاص كل إنسان راح يخشى، يقول والله أنا إذا طحت ما حد بيوقف معي. نعم.